ممكن تكون واضح معي وتعلمني أنت من مين بالضبط قاعد تحذرني؟ منها، من صوف الذيبة اللي مسويها فيها حمل وديع. غريبة، أول مرة أسمعك تقول عنها كذا. وميري ما طاوعني يا غادة أخبي عنك حقيقتها. صوفي هذه اللي يغرك فيها وجهها البيبي فيسبوك ولا شعرها الأحمر. صوفي هذه داخلها وحش مفترس، وحش ممكن يأكل الأخضر واليابس يا غادة. طيب وليش ما قلت لي هالكلام هذا من قبل؟ إيش معنى هالحين جاي تقوله؟ عشان لا تتورطين وتشاركين يا غادة، الصوفي هذه بتفشل مشاريعك كلها. بعدين أنا مستغرب، أنت وشلون تأمنين الوحدة خذت منك زوجك وابو عيالك، خذت منك أمانك في هالدنيا؟ هي اللي سرقتك ولا أنت اللي؟ أنا ما كنت داري عنها شيء يا غادة، هي اللي ضحكت علي، خدعتني. وانت وين كان عقلك؟ لا تلوميني يا بنت الناس، اهم شيء لا يتكرر اللي صار وتكونين انت الضحيه الثالثه. الضحيه الثالثه؟ ما دام انت الضحيه الاولى، اجل مين الضحيه الثانيه؟ اختها باسكال. باسكال هذه كان عندها مطعم صغير على ناصيه حاره شعبيه في مدينه نيس. المطعم كان شغال حلو ويجيب زباين. جت صوفي المتوحشة وشاركتها، دمرت المطعم، غرقته في الديون، وجت الشرطة وقفلت المطعم بالشمع الوردي. وردي؟ إيه وردي وردي، هم عندهم وردي، إحنا عندنا شمع أحمر. المهم باسكال ما تحملت وجهزت بحس نفساوي ورمت نفسها في نهر السين. وانت عارفة نهر السين يا غادة، نهر عميق، مد وجزر، سين وشين. بس الحمد لله الغواصين لحقوها على آخر لحظة وانقذوها. راشد، من الآخر، أنت وش اللي تبغاه؟ أبي مصلحتك يا طلال، لا تتورطين وتشاركين صوفي. وينك لهلا؟ على أساس أنك غيرانة، أمس تبين أتزوج واحدة ثانية والحين تسألين أنا وين؟ دخلك؟ إحنا ليش وصلنا لهون؟ ليش كل شي بيناتنا ما تفجأ؟ لأنك شايفتني جبان، سلطان هو القوي اللي مخوفك. ليش أنت شو ساويت لحتى تثبت لي إنك مالك جبان؟ سويت كل شي، بس أنت ما يبان بعينك. شو ساويت؟ لحقتني على أبو ظبي؟ قلت لي أنا بحبك لا تتجوزي؟